بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل، وهو بحر طبرية. وتبعه جمع كثير، لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه. وكان الفصح عيد اليهود قريبا، فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه. من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحن فيليبس، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. لا يكفيهم خبز بمئتي دينار، ليأخذ كل واحد منهم شيئاً يسيراً. وقال له واحد من تلاميذه، وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال، وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر الله، ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين. وكذلك من السمكتين. بقدر ما شاء. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعله ملكاً، انصرف أيضاً إلى الجبل وحده.